وقفات مع عامر. حياكم الله وهلا بكم. الفنون والثقافة، من جمال الفنون أن كل فنان وفنانة له طبعه وهويته الخاصة. فاليوم حنشوف ضيفتنا كيف تميزت بلوحتها. ضيفتنا الأستاذة عائشة الحارث. حياك الله أستاذ عائشة. حياك الله، هلا والله، مرحبا. الله يسلمكم أستاذ عائشة. جالسين نعيش أشياء جميلة بين الفنون، بين ريشتكم، بين سطوركم. كيف نقدر نقول أنه الفنانة عائشة تشوف نفسها في اللوحة؟ اللوحة دائما تعبر عن حرية التفكير، سعة الأفق، ثقافة إنسان، حضارات إنسانية كبيرة. هذه اللوحة هي هوية لوطن ووثيقة للتاريخ. ما شاء الله لك تميز في لوحاتك وشفناها كثير، اللي هي طريقة الخط العربي اللي استعملتينه. واعتقد هو نوع من هوية الفنانة التشكيلية عائشة، بسبب انه كل امضاءاتك ماخذة نفس الستايل، نفس الاسلوب. اي نعم. من فين جاتك الفكرة هذه؟ اي فكرة مميزة تبدأ ببراعة او مهارة. صحيح. المهارة تبدأ ترتفع في مراحل الى ما تصل الى مرحلة انها تكون ابتكارية. بداياتي كنت خطاطة جيدة، كان خطي متميز وكنت أكتب جميع أنواع الخطوط. مع الوقت والاحتراف أصبحت عندي مهارة عالية في القدرة على أني أنا أشكل خطوط أكثر صعوبة وليونة وحركة. وفجأة وجدتني في عمق خط يشبهني ويشبه شخصيتي ويتحرك بكل سلاسة، مثل جواد في سباق أو مضمار وضامن أنه بيفوز. ما شاء الله. طب هل الذهبي هو يعني له هوية خاصة اللي تشوفينها في أعمالك؟ اللون الذهبي؟ اللون الذهبي تحديداً؟ الألوان عموماً في عمل الفنان لها رمزية. أكيد. رمزية اللون ما ترتبط بقاعدة، هي ترتبط بخبرة الفنان، بإحساسه، بحالته النفسية. مو دائماً اللون هو يرمز لهذا الشيء فقط. يعني تعودنا دائما نقرا في بعض المقالات، يعني المقالات اللي تتكلم بشكل عام انه مثلا اللون الاصفر يدل على الغيره، اللون الاحمر يدل على الدمويه، معاني الالوان. صحيح. وهذا ما هو صحيح تماما. علم النفس يدخل في اللون، الحاله النفسيه تدخل في اللون، الموقف والحدث يدخل في اللون، هذا كله يدخل في الالوان. انت يمكن تتكلم لان احنا هنا اللوحه معبرة عن برواز وباللون الذهبي. صحيح، لفت انتباهي. هذا خلينا افضل احنا نتكلم عن هالموضوع، يعني نستغل وجود هذه اللوحة في ضرب مثال على 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 اجابتي. الان البرواز دائما فخم، ولكن هل هذه الفخامة تحمل صورة تستحق؟ وهل هذه الصورة التي تحمل روح وهوية لشخص، هذا الإطار الذهبي يزيدها قيمة أو فخامة؟ أول ما تقول برواز يخطر على بالك برواز ذهبي أو فضي أو خشبي. صحيح. اختياري لرمزية اللون الذهبي لها بعد في عملي. هل ربطتي في الخط؟ ربطت بالمعنى. عشان كذا نقول الفخامة بالفنون لا تتمثل بلوحة معينة بقدر ما هي تتمثل برسالة الفنانة. أستاذة عائشة، كيف تتوالد الأفكار عند الفنان؟ هل هي من خلال الخبرة أو الإعلام والتدريس؟ الأفكار لابد أن تكون أصيلة، وأصالة الأفكار هي عن طريق تجمع عدد لا محدود من المعلومات،
والحياة المجتمعية والبيئة والمعرفة بالطبيعة والعلم والتعلم واكتساب المهارات. كل هذه تجتمع. إذا عرف الفنان وش حصيلته، الحصيلة التي يكتسبها بحب، أي شيء يكتسبه الإنسان حتى غير الفنان بغير حب لا يمكن أنه يبدع فيه ولا يمكن أنه يستمر، وهذا اللي احنا نسميه أحيانا الأصالة. يعني كل ما كان الفنان أصيل ينتج أعمال نابعة من ذاته، كل ما كانت الأفكار عظيمة مثمرة مستمرة متجددة، مثل الشجرة اللي لها جذور عميقة في أرض خصبة وقاعدة تكبر وتزيد جمال تثمر. وتثمر في كل سنة ما شاء الله. فهذه كذا تولد الأفكار. هل نقدر نقول أنه السادة عايشة أفكارها محدودة في خط معين أو فكرة معينة ولا متغيرة؟ الفنان من يبدأ أو أول بذرة تظهر في الفنان في صغره أن تكون عنده المهارة يبدأ يرسم. هذه المرحلة الأولى. المرحلة اللي بعدها يصبح محب وعنده شغف عالي أنه يرسم الأشياء كما هي. ممكن يمضي سنوات وهو يرسم الأشياء كما هي، واقع 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 واقع. ممكن يكون مثلا يأخذ جانب معين، مثلا رسم الأشخاص والبورتري بكل حالاته. ممكن يكون يرسم الخيول، ممكن المباني، ممكن يستمر في هذه الحالة وفجأة يكسر هذه الحالة وينطلق إلى اتجاهات تجريب إلى ما يوصل للمدرسة والهوية حقته. ممكن هذه المرحلة تستغرق 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة، حسب جرأة الفنان، حسب الممارسة، حسب قدرته على أنه يكتسب الخبرات بشكل أسرع. هذه كلها ترى عوامل. وأنا متأكدة أنك أنت لو رجعت يعني لأعمالي في مراحل سابقة مرت بكل هذا مختلفة. كنت فنانة واقعية أتحدى ذاتي إلى ما اكتسبت مهارة عالية في الرسم الواقعي، بعدين أصبحت أحس أن خلاص انتهى التحدي، بدأت بشغف جديد، وهذا الشغف مرتبط بتجربة اللون. يعني أنا جربت كل الألوان، الأكريليك، الووتر كولر، الأويل، كله جربته. وبعدين رسمت خليط ما بين السريالي والواقعي، وبعدين وهكذا. مريت كل المدارس وهكذا. لا هي أصلا هي مش مرحلة تشبه الأخرى. يعني لا أيوه، عند كل فنان أو عند كل مبدع المراحل لا تشبه بعضها. صحيح. والما في أصبح إنتاج يعني مختلف ومتميز ومتفرد واحد عن آخر. الخط في حياتي كان يبدأ بتحدي إن يكون عندي القدرة على أني أخط خطوط عربية. أخذت فترة خط عربي نسخ، بعدين رقعة، بعدين كوفي، بعدين الآن وهو قاعد يطلع لي، لأني أنا أصلاً كنت مشهورة من أيام الجامعة خطي متميز، الدكاترة وغيرهم لما يشوفون الأوراق تبعي يعرفون أنه هذه الورقة تخص لنا. واستمر هذا الشيء. هو الآن هو يطلع بهذا المعرض بهذا التركيز يعبر عن إحدى ثمار تجربتي وعلمي مشوارك الفني. بالضبط يعني ما شاء الله. أستاذة عايشة، الفنون مدارس بين التجريدي والواقعي والكلاسيكي، هل نقدر نقول أنه فن التشكيل هو في المدرسة معينة؟ الفن التشكيلي السعودي قصدك ولا الفن بشكل عام؟ لا احنا في السعودية. ايه؟ فخلنا نتكلم عن ثقافتنا. يعني فكرتنا نتكلم عن ثقافة الفنون من السعودية تحديدا. في جدليات كبيرة على الواقعي ومحبينا والمدافعين عنه والمعتنقين لإنتاج الواقعي، سواء من فنانين أو من مستثمرين، وجدال وصراع على في مقابلة للتجريد والسريالية. ولكن هذه المدارس هي من ابتكار فنان صحيح جرب وعنده أصالة وعنده طريقة وعنده أسلوب، جرب وخرج المدرسة. بالضبط. وممكن صحيح. تكون هذه المدرسة في وقت ما في زمن ما حوربت بشكل غير عادي، لدرجة أنه ممكن الفنان
يتوفى وهو لا زال يحاربها، وفجأة تصبح هذه المدرسة ذات باع طويل ومرغوبة، والفنانين قاعدين يتقاتلون عشان يصبحون منتمين لهذه المدرسة. والحقيقة أن الابتكار لا مدرسة له، وأن الجمال لا وجه له ولا صفة. لذلك الفنان الحقيقي ما يفكر أنه يضع نفسه في صندوق معين، مسميات المدرسة الفلانية أو أين يكمن إحساسه وفكرة وكيف ينتج شيء ينبع بأصالة من ذاته. يعني الفكرة اللي تتفقين يا سيدة عائشة أنه المدارس هي أسس زي الأساس للرسم التعليمي، بعد كذا كل فنان فنانة لازم يكون عنده اقتباس شخصيته بفنه بلمساته الخاصة اللي هو الابتكار زي ما تفضلتي. هل نعتبر هذه من المدرسة الكلاسيكية أو من الفنون الكلاسيكية؟ الآن يعني أخي أنا هو الأفضل دائما أني أنطلق من تجربتي. تفضل. أولا أنا أخذ بشكل جيد، محبة للشعر، أقرأ ولا أتوقف عن القراءة ما شاء الله عليك. في مراحل من عمري كان عندي زوايا وعندي أعمدة وعندي صفحات، من ضمنها كان عندي زاوية اسمها امرأة لا تحتمل، الصفحة الأولى في الجزيرة كانت من كتابتي ومن رسمي. فهذا يعني هذا الخليط أنتج هذه اللوحة وغيرها. فكيف تقول نرجع نقول مدرسة؟ يعني الشعر جزء من شعوري، واللون جزء مني، والفكرة جزء مني، فهي لما تتوائم مع بعضها تطلع شيء زي لما أنت تعمل تجيب مجموعة من المقادير وتكون منها شيء أنت من له وتحبه، صح، وتضيف له بالأخير لمساتك الأخيرة السكر أو الملح. أنا قاعدة أبسط لك الفكرة يعني. ولكن الفن طبعا مختلف، لا برمزيات ولا بنسبة ومقادير هل نقدر نقول أنه الفنانة عايشة حبت تأخذ الألوان الغامقة بشكل عام؟ أنا هذا لاحظ عليه معظم أعمالك. أبدا في جزئية فيها ألوان مليئة بالحياة، ترى التقرير واضح والصخب، الأغلبية عندك غامقة أستاذة عائشة، أنت رأيتها كذا. إحنا الحين بنطلع كذا وناخذ لفة وراح تشوف كثير من الأعمال فيها هالحياة يعني، وترى الفكرة حتى الألوان الغامقة فيها حياة، ولكن ما هي حياة ميتة، هي حياة تعبر عن حالة. يعني أنا لما أضع، يمكن بعدين حنطلع على لوحة ثانية، لما أضع ظلام أنا أعبر عن فكرة، ولما أضع لون أصفر أنا أعبر عن فكرة ومعنى. يعني الألوان مع الرموز والخطوط والكتابات تتعاضد مع بعض طبعا عشان تشعرك بأنك لما تجي تتأمل اللوحة أنت ما تشعر بمجهولية اللوحة، تجي تحس براحة. ما مصدر هذه الراحة؟ أن الأفكار مع بعضها ترابطت مترابطة. أنت أساسا طلعت المألوف، يعني نحس أنه مثلا هذا العمل الفني مثلا ثلاث لوحات مع بعض كجدارية وبعضها لوحة واحدة، اللي سويتينها شيء مختلف عن المألوف، عن التداول، شيء جديد وما تعودنا عليه يمكن كمتلقين. شفت الكلمة ما تعودنا عليه؟ بالضبط. ليش هم حوربوا في المدارس؟ ما تعودنا عليه لما انطلقوا بالمدارس. يعني أنا ما أنسى مدرسة الوحشية، كانت رسوماتهم يعني يصممون العمل وبعدين يبدأون يبروزونه بخط عريض باللون الأسود، حددون كل عنصر من العناصر باللون الأسود، سموه الوحشية. هم طبعا كانت لسه المدارس الكلاسيكية والتعبيرية والتأثيرية، وفجأة صدموا بهالشيء، حاربوهم وبالأخير اعترفوا فيها وأصبح لها محبيها سواء من المستثمرين أو من الفنانين. فلما تقول المألوف الغير مألوف معناها الغير معتاد، بالضبط، كل شيء قابل للاعتياد. حنلف مع بعضنا ونشوف أستاذة عائشة ولا أنا اللي حيغلب في الألوان. أستاذة عائشة، كيف ممكن نأصل الثقافة والتراث للجيل، للأجيال القادمة والجيل القادمة من الحين واللي قادم؟ أولا لابد أن نفهم ما معنى ثقافة وما معنى تراث. في ناس كثير
هذه الفكرة يجهلونها أو هي فكرة مشوشة بالنسبة لهم. أولاً التراث والثقافة ليست أواني ولا زخارف ولا ملابس. الثقافة والتراث أصالة في الفكر والسلوك، هذا رقم واحد. إذا إحنا قدرنا نشتغل على أصالة الفكر والسلوك، إحنا حافظنا على كل تراثنا وثقافتنا السعودية. نأخذ الجانب الثاني اللي هو كيف نحافظ على أصالة التراث والثقافة من خلال الفن. جميل. أولاً لابد أن يكون الفن فعلياً منطلق من فكر البلد، من فكر البلد ثقافته بالضبط. ثانياً احترام هذا الجيل وتقدير ما ينتجه وتشجيعه على ما يقوم به وليس محاربته. هذه ترى نقطة مهمة جداً ورئيسية في فيما يجب أن نتعامل فيه مع الأجيال الحالية الصغيرة. زي ما تفضلتي أستاذ عائشة، جميل جدا ما تحصل أي موهبة فنية بغض النظر شنوع الفن، فنون كثيرة، أنك تدعمينها حتى لو نفسيا مو بس ماديا، لأنه أعتقد هذا اللي ينقصنا. الجيل الحالي عنده موهب كثيرة بس أنه فين الركيزة حقته؟ ما بين الثقافة، ما بين الفلول، وما بين الزمن المعاصر اللي يجري عليهم. طيب احنا اولا يجب ان نفهم احنا نتعامل مع اجيال ما نقدم لهم وصايا. اكبر الاخطاء اللي ممكن ان نرتكبها في حق الجيل ان نقوم بالوصايا عليه، في املاء التصرفات عليه، في املاء القيام بالطرق الاعمال الفنيه وخطواتها ومراحلها. المفروض اللي انا اقدم من خامات وادوات ليس الوان وفرشه، ما تكفي الادوات الفكريه اللي تخليه يعرف كيف يعمل خطه يسير من خلالها ليصل الى القمه. ولا بد ان يكون جزء منها تعزيز الموجود بداخله، هو هذا الاهم، تعزيز كيف يفكر. يعني مثلا انا الاحظ مثلا بعض الفنانين او في المدارس او في الجامعات يرفضون تماما فكره ممارسة الأجيال الجديدة الرسم من خلال الكمبيوتر. طب هذه أداة توفرت لها ديجيتال، ما غير الفكرة اختلفت، أداة توفرت لها لهذا الجيل، وفي المقابل أداة عبقرية ذكية. طب ليش ما يمارس فيها؟ يعني لابد أنها يبدأ برسم، يقول لك لا لازم يكتسب مهارة اليد. طب مهارة الفكر هي الأسمى والأقوى، هي اللي بنيت عليها حضارات وانتجت من خلالها افكار غيرت العالم. يعني تبع المدرسه الحديثه في التعليم الفن، هي ما اسمها مدرسه الحديثه، المدرسه الواقعيه. لا انا قصدي استاذ عائشه، الحين وزاره التعليم جالسه تدخل التربيه الفنيه في التعليم كل المراحل، وهذا عرفته من مشرف تربوي، وهم يبغوا يكون التعليم بالقلم بالرصاص اول حاجه، من ثم يخش بالريشه. الديجيتال الرسم الرقمي حيكون في المرحله الثانويه، فكرته انه يكون تعلم الثقافه الاساسيه للرسم. هذه هي. اذا المنظور هنا ترح نفسي، لانه الطفل بذل الجهد الذهني ايجابي بالنسبه له في نماء عقله، في نمو جسمه، في مهارات اطرافه وايديه وكذا بس. ولكن صراحه الاساس العقل والفكرة. كيف فنان اكتسب، أنت علمت إنسان حرفة، كيف سينتج جديد وهو ما عنده أفكار بيده تعلم، أو خايف وقلق، ما يتعلم، أو منزوع الثقة، أو تعود أنه يملى عليه كل شيء ويتبعه. حصرتيه، ما أحب التبع صراحة. المفترض أنه هذا اللي إحنا نشتغل عليه إن شاء الله بإذن الله يكون أفضل. أستاذ عائشة، كيف الفن التشكيلي يوثق ثقافات الشعوب؟ بعطيك سؤال مباشر، يعني يلا أنت كل الوقت قاعد تطرح لي أسئلة، الحين بطرح لك سؤال. سلمتي. التفت على اللوحة وأعطيني هذه الزخارف وهذه الألوان تنتمي إلى أي شعب؟ أي شعر ولا أي شعب؟ أي شعب.
أنا أشوفها نجديات سعودية. سعودية. طيب ليش أنت قلت سعودية؟ إيش اللي أعطاك أعطيني؟ طراز التصميم اللي فيه. الزخرفة. الزخرفة. الألوان. الألوان الرملي. الرم نعم يعني أوكي. ألوان الصحارى. ألوان الصحارى. ألوان النفود. ألوان التلال. ألوان الجبال. ألوان الخزامة. خزامة. مضبوط. نبتة عطرية مشهورة عندنا. كيف يوثق الفنان ثقافة شعبه التعبير عن محيطه في لوحته بطريقة جميلة ومبسطة وابتكارية. استطاع الإنسان الحاضر معرفة تواريخ قبل آلاف السنين ما كان فيها أي نوع من الأدوات للاتصال، حتى القلم والورقة ما كانت موجودة. كيف وثقها؟ عن طريق الرسم على أجر. الكهوف والأحجار وغيره. إذن الفنان عنده قدرة عالية وبشكل بسيط وشفاف وصادق إنه يعبر عن ثقافته. أستاذة عائشة، ما هي رسائل الفنان؟ الفن رسالة عالمية، هذا أولا. والفنان الرسالة اللي يقدمها ليست رسالة محلية، يقدم رسالة عالمية متأصلة وتعبر عن شعبه، ولكنها رسالة للعالم. صحيح. ممكن سائح يقدم على المملكة من خلال متحف يعرف تاريخ المملكة. بالضبط. من خلال معرض يعرف كيف يتعايش الشعب وما هي الطبيعة الموجودة في المملكة العربية السعودية. ممكن أن السائح يعشق اللون ويعشق الحركة ويعشق الإيقاع من خلال الفنون. صحيح. ولذلك يعني أنا أعطيك مثال، مثلا لوحتي هذه هي لوحة للتعبير عن السياحة بالدرجة الأولى، عبرت عن لون الخزامة وهو لون أختير في الرؤية للضيافة. صحيح. ضيفت في الشخصيات الكبيرة. واللون الأصفر. صحيح. الأصفر الجميل المليء بضوء الشمس ليعبر عن الصحراء والبني وألوان التراب والتلال. هذا كله يخلق شعور بالجمال. ما شاء الله. ممكن أنه يكسب قلب السائح وهو يمر ويرى هذه الألوان مرسومة على الجسور وعلى الجدران، وهوية في مثلا المطاعم. كيف تكون الهوية إن لم تكن متواجدة في كل أعمالنا الفنية، في كل مكان يعني. صحيح. بصراحة ما أدري غير أقول شكرا لكم، شكرا عطاكم. أنا أعتبر اليوم ما هو لقاء بقدر ما هو درس في ثقافة الفنون. فأستاذة عائشة شكرا جدا لك، شكرا لصبرك معنا، وإن شاء الله يكون شيء جميل نستفيد منه الأقل. بس في نقطة إحنا للآن ما بعد يعني حسمناها، اللي هي أنت قلت إن الألوان في المعرض يغلب عليها الغامق، والآن إيش رأيك؟ حرشتيني. بس الحلو متأكد ولا تكون يعني أن تحسم النتيجة بروح رياضية. كل روح رياضية، بالعكس ما شاء الله عليك الألوان عندك كثيرة. كانت البداية كفكرة معبر. إنما الأصفر والأزرق زي ما تفضلتي كلهم معبر، فأنت اخترت كل الألوان، يعني كل ألوانك شمتيها، فأعطتنا ثقافة جميلة يا جماعة الخير. فأقول لكم إن شاء الله دائما معاكم لثقافة الفن، لأن الفن بحر والثقافة أجمل تابعها. شكرا مرة ثانية أستاذة عائشة، نلقاكم إن شاء الله على خير.